السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. إليكم البيان اليومي المحدث للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر عن يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2020. قبل بس مبدأ الفيديو بفكركم بلايك على الفيديو واشتراك في القناة لسه بيشوف القناة لأول مرة. أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 76305 وخروجهم من المستشفيات، وتم تسجيل 157 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و16 حالة وفاة. إليكم تفاصيل البيان. أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الجمعة عن خروج 890 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 76305 حالات حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 16 حالة جديدة. وذكر أيضا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 99582 حالة، من ضمنهم 76305 حالات تم شفاؤها و5495 حالة وفاة. وبكده يكون انتهى البيان بتاعنا النهاردة. نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، وربنا يرحم كل اللي ماتوا إن شاء الله ويصبر أهليهم. انتظروني كل يوم بتقرير جديد من وزارة الصحة والسكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.